السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هناخد درس في الصرف باسم تقسيم الفعل إلى صحيح ومعتل. إيه هو الفعل الصحيح؟ هو ما كان كل حرف من حروفه الأصلية صحيحا، وليه ثلاث أنواع. أول حاجة سالم، اتنين مهموز، ثلاثة مضاعف. إيه هو السالم؟ هو ما سلمت أصوله من الهمزة والتضعيف وأحرف العلة، يعني ما فيهوش همزة ولا تضعيف ولا أحرف علة اللي هي الألف والواو والياء. أما المهموز فهو ما كان أحد حروف الأصلية همزة زي أمر وسأل، أو مضاعف. أنا عندي المضاعف نوعين، إما مضاعف ثلاثي أو مضاعف رباعي. المضاعف الثلاثي يعني إيه مضاعف ثلاثي؟ يعني ما كانت عين ولام من جنس واحد. لما أقول مادة، أنا عندي الميم والدال والدال ماشي على وزن فعلة، الفاء بتقابلها الميم، الدال بتقابلها العين، والدال التانية بتقابلها اللام. فالعين واللام من جنس واحد، يعني العين دال واللام دال، فهم من جنس واحد. أما المضاعف الرباعي فهو ما كانت فاء وعينه من نفس جنس لامي زي زلزلة. طب إيه هو الفعل المضاعف؟ ايه هو الفعل المعتل؟ الفعل المعتل هو ما كانت احد حروف الاصلية حرفا من احرف العلة اللي هي الواو او الياء او الالف، وهما خمس انواع، اما مثال او اجوف ناقص لفيف مفروك ولفيف مقرون. ايه هو المثال؟ هو ما كان فاءه حرف علة، يعني اول الحرف بتاعه حرف علة. اما الاجوف هو ما كانت عينه حرف علة، يعني الحرف الاوسط بتاعه حرف علة. أما الناقص هو ما كان لامه أي آخره حرف عل. طب إيه هو اللفيف المفروك واللفيف المقرون؟ هو من الكلمة بتاعتي بعرف لفيف مفروك يعني بعاد عن بعض، فكانت لامه فاءه ولامه حرفين من حروف العلة، يعني أوله وآخره حرف عل. أما المقرون يعني لازقين في بعض، فهو ما كانت عين ولامه حرفين من حروف العلة، يعني العين واللام يعني آخر حرفين من حروف العلة. طب تعالوا كده نشوف بالأمثلة. أنا عندي قال تعالى وإن جنحوا، جنح دوت هل هو سالم ولا مهموز ولا مضاعف؟ لا سالم، لأن مفهوش ولا همزة ولا تضعيف ولا حرف من حروف العلة. أخذ، لا هنا هيكون مهموز عشان فيه همزة. اقرأ نفس النظام، سأل نفس النظام. طب أمر نفس النظام، هيبقى مهموز. طب عسعسة، لا هيبقى مضاعف. طب المضاعف ده كم حرف؟ العين والسين، والعين والسين يبقى اربع حروف، يبقى ده مضاعف رباع. طب في الفعل المعتل عندي هنا قال تعالى ووهبنا، وهب، وهب ده اوله حرف علة يبقى مثال، خلاص. لما اقول دعا، دعا ده اخره حرف علة يبقى ناقص. يهدي جاي من هدى، هذا ده أخره حرف علة يبقى ناقص. طب عصا، عصا العين والصاد والياء ده أخره حرف علة يبقى ده ناقص. طيب رقم ستة هواء، هواء ده أخره حرفين علة يبقى ده اسمه لفيف إيه؟ مقرون. الدرس سهل جدا، وهيبقى التطبيق بتاعنا حل تدريبات على الفعل المعتل والفعل الناقص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.